أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية، شرح اليوم هو عن مشكلة جديدة بدأت تظهر في تطبيق تيك توك. أول مرة أشاهدها طبعا إجوني 2 أو 3 متابعين، كل واحد تقريبا نفس المشكلة. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن هذه المشكلة، طلب أنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. في البداية المتابعين عملوا ترويج، الظاهر كان ترويج بخطأ، فإجاهم تعليق للحساب حتى عام 2034، يعني بعد 10 سنين. حتى نشاهد هذه المشكلة مثل ما تشاهدون، تم تعليق الحساب مؤقتا. مرحبا، تم تعليق حسابك مؤقتا حتى 28 يوليو الساعة 11، شوفوا الساعة 11:15 دقيقة 2034. ما يزال بإمكانك تسجيل الدخول إلى حسابك، لكن لم يتم تسجيل طلباتك. أنت تدخل على الحساب، تقدر تتصفح، تقدر أعتقد فقط تشاهد الأشياء اللي بيه، لكن ما راح تقدر تسوي أي شيء. يعني والحسابات الضخمة ممكن، يعني حرام هذا الشيء صار. يعني فوجه حسابك بمتابعين قليلين، يعني 1000 2000، ممكن هذا الحساب تلغي ما تحاول به. لكن لو متابعين بهم 100 ألف أو 200 ألف، ضروري تحاول أنه ترجع الحساب، ترفع التعليق. ورفع التعليق راح يكون برسالة تكتبها إلى الدعم، طبعا إما من داخل التطبيق لو سمح لك، أو ممكن من خارج التطبيق. وضروري الرسالة تكون شاملة حتى أنه يفتحوا لك الحظر. طبعا أنا أرسلت للمتابع رسالة وهو أرسلها وأرد بعد ما وصل. طبعا إحنا في تطبيق التليجرام وأيضا في التيك توك عندنا بعض المشاكل، حليناها بالرسائل والدعم استجاب ورجع الحسابات. فممكن هذه لأنه خطأ جديد، فممكن أيضا طبعا البارحة جوني 3 قبل يومين، والبارحة 3 تقريبا نفس المشكلة، فأرسلنا الرسائل، الرد بعد ما إجا من الدعم. فوجهة نظري اللي واجه هذه المشكلة حسابه يكون متابعين قليلين، يعمل حساب جديد. أما لو حسابه به متابعين 50 60 ألف 100 ألف، فممكن أنه يحاول به أنه يكتب رسالة مثل ما قلت تكون شاملة، والأفضل أنه يرسل لي إياها قبل ما يرسلها للدعم حتى أعدل عليها، لأنه أنا بألمانيا وأعرف الموظفين هنا كيف تفكيرهم. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. واللي يريد طبعا أكتب له رسالة، أم يدخل على حساب الانستغرام، راح يكون بنهاية الفيديو حتى أنه أكتب له رسالة، لكن أنه يتابع فيديوهاتي وينشر قناتي. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.